أم سند تقول يا شيخ هل يجوز أن أخذ من مال زوجي بدون علمه، علما بأن زوجي لا يعطيني من المصروف؟ إذا كان عليك نقص في النفقة، النفقة لا الكماليات، إنما النفقة الضرورية عليك نقص، وأدركت له مالا فخذي ما يكفيك. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه كان رجلا شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.